زي ما بيقولوا كل تأخير هو فيها خير. بنحاول نظبط معاها بقالنا 3 شهور لحد ما أخيرا ظبطت. ضيفتي العزيزة اللي نورتني وشرفتني هي، مش عايزة أقول أشطر عشان محدش يزعل مني، لكن هي من أشطر حقيقة الناس اللي موجودين في مجالها دلوقتي، وانا فخوره وسعيده جدا انها منوراني. اهلا بيكي راويه البارودي، انتي منوراني. انا سعيده اكتر. اهلا والله بيكي. اخيرا ظبطت يا رورو. الحمد لله فدينا واخيرا جينا. فدينا واخيرا جينا. كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي. طيبة حبيبتي. طبعا راس السنه والكريسماس وكذا، فقول لنا بقى النهارده انتي محضره لنا ايه. بصي انا اخترت حاجه تبقى سهله قوي، يعني حتى لو حد مش شاطر قوي في موضوع التزيين يقدر يعملها في البيت. يلا. عشان يبقى الموضوع بسيط. عندنا اول حاجه الكب كيك. هنقول المقادير: 100 جرام زبده، كوبايه سكر، 2 بيضه، معلقه صغيره فانيليا، كوبايه وتلت دقيق، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، رشه ملح، وتلت كوبايه لبن. اول حاجه بنضرب الزبده مع السكر. انا هقول المقادير بسرعه عشان بعد كده نزل. هنضرب الزبده مع السكر كويس جدا لمده 8 دقائق، وبعدها بنبتدي نضيف البيض بيضه بيضه، وبعدين الفانيليا، وبنكون اوريدي نخلنا الدقيق والبيكنج باودر مع الملح ونضيفهم بالتدريج، واخر حاجه بنحط اللبن. المقدار ده كله بعد ما بنخلصه بنبتدي نحطه في قالب الكب كيك في البيبر كاب، بنوزعها، بيخش فرن 180 لمده من 26 ل 30 دقيقه. اوكي. بعد ما بيطلع بيديني شكل الكب كيك، بتبقى شكلها كده. انا بحب دايما الون الكب كيكس من جوه عشان كمان تبقى لما نيجي نفتحها يبقى شكلها يعني حلو، مش مجرد الوان غذائيه. بحطها في اي مرحله؟ بعد ما بنضرب المقدار كله بقسم المقدار بتاع الكب كيكس على طبقين، وبلون كل طبق باللون اللي انا عايزاه على حسب المناسبه. حل. فانا لو عندي الكريسماس فانا ملوناهم بالاحمر وبالاخضر، بيبقى من جوه شكلها. والطعم ايه؟ لا هتدوقيه بقى انت اللي تقولي. لا طب هاتي انت اللي تقولي. انت لسه انا عايزه هقول وهم يدوقوا واحنا ندوق. طب ما احنا ندوق من دلوقتي. تمام. ده شكل الكب كيك بعد ما بيطلع. طيب. هنبتدي دلوقتي نزينه. انا مختاره شكل بسيط جدا ما فيهوش اي تعقيد. هنعمل سنو مان. حطينا جبنة عجينة سكر وقطعناها، هنحطها على الكب كيك وهنبتدي نعمل الشكل ده. انا هبتدي اعمل الراس بتاعة السنومان. انا هنا قطعت دايرة بالكتر بتاعي بعجينة السكر، قطعنا دايرة وهنعمل بقى الراس بتاعته. ده مكون من ايه؟ عجينة السكر؟ لا دي بنشتريها جاهزة من السوبر ماركت؟ محلات مستلزمات الحلويات موجودة، أبيض وألوان موجودة، متوفرة بكل الألوان. أوكي. الأخبار؟ خطيرة قمر. أنا والشفا معانا النهاردة ضيوف الجمال في الاستوديو، عمالين يقولوا لي عايزين ناكل وكده. طيب انا عملت هنا راس السنومان، نبتدي نعمل الكوفيه بتاعته. انا بقول لك يا رضوى انا اخترت الاشكال البسيطه دي عشان الموضوع طبعا الكورونا والحظر ومفيش خروج ومفيش، فممكن اي مامي في البيت مع ولادها تقدر تعمل الاشكال السهله دي، ما فيهاش اي، مش محتاجه حد يكون شاطر قوي عشان ينفذ الاشكال دي. رورو الاخضر ده مع ايه بقى؟ عجينه سكر زي الابيض بس اخضر جاهزه. انت اللي ملوناها ولا هي جاهزه؟ لا 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 جاهزه. جاهزه. بيتباج. اوكي. هقطع الكوفيه. هلفها كده. وده يا رضوى هنعمل بيه العينين، ده قلم غذائي يعني مسموح بيه ان احنا ناكله. بيجاب منين؟ برضو من محلات مستلزمات الحلويات. رورو الكب كيك قمر. الف هنا قمر. انت اللي قمر والله مش طبيعيه. انتي اللي عامله كيكس الكبيره دي ومزوقاها ومزينها وكده؟ ايه رايك؟ شاطره. لا ما انا يعني وانا 3 شهور بنحاول نجيبها البرنامج يا جماعه، فيعني ايه رايي؟ انا مبسوطه جدا ان انا معاكي النهارده. كل ما اقابل مواطن
عامل كيك او عامل بتاع او عامل كب كيك او عنده عيد ميلاد او مش عارفه ايه، جايبينها منين يا جماعه؟ جايبينها من عند راي. يا جماعه جايبينها منين؟ جايبينها من عند كل بني ادم شفته في التلات شهور اللي فاتوا، جايبينها من عند الست دي. خلاص خلصنا شكله، يلا هنعمل بس مكان للايدين. دي بريتسلز هنحطها تبقى حلوة. هي خدت بالي في بريتسلز كمان، يعني سريعه كده، حاجه سريعه وتبقى شكلها في الاخر بالشكل ده. برافو برافو والله. والاحمر ده برضو برضو الفوندنت ده عجينه السكر دي بتتباع جاهزه، عجينه سكر الوان. انا هخش اختار الوان ابيض اللي أنا الوان زي ما انت عايزه، بس طيب. طبعا اسهل ان احنا نجيبها جاهزه لان هي بتبقى عايزه يعني عايزه شغل كتير في عمايلها، فاحنا بنبقى على طول بنعملها بنجيبها جاهزه اسهل لينا احنا عشان تسهل لنا في الشغل. طيب اللي بعده. اوكي طيب الفكره الثانيه عندنا الكب كيكس برده نفس الريسيبي اللي احنا خدناها وملونينها برده نفس زي ما لونينها مقادير نفس المقادير نفس المقادير احمر واخضر. الفكره هنا ان احنا هنعمل فروستنج بتاع الشجره بنفس هنكمل الالوان اللي انا كنت عاملاها عشان تبقى في الاخر شكلها شجره كريسماس. هنزينها بايه بقى اللي انت بتعمليه؟ ده كريم شانتيه، بنحط على كل كوبايه كريمه باودر كوبايه لبن بتكون متسقعه، حلو، بيتضربوا 8 دقائق وبعدين بنحطها في البايبنج باج الاكياس دي ونبتدي نزين. واللون ايه؟ اخضر. برضو كلها الوان غذائيه مسموح ان احنا نستخدمها في الاكل. بتتحط يعني مع الاختراع بعد ما بضرب الكريمه وخلاص تبقى مسكت نفسها ببتدي اضيف الاخضر بالتدريج لحد ما اوصل للدرجه اللي انا محتاجاها. اللون اللي انا عايزاه لون باودر غذائي. أوكي. وبعدين ببتدي بقى اشتغل بيه، احطه في الاكياس واشتغل بيه. حلو كده خلاص. كده خلاص نحط بقى ايه؟ انا جايبه حاجات مدلعانه يا رورو، مدلعانه والله. ما عندناش اغلى منك ندلعه والله يا روي، مدلعانه. نبتدي بقى نحط الشكل ده. خطيرة يا رويا، خطيرة بجد. زي ما قلت لك الفكرة كلها ان احنا نعمل حاجة سهلة تقدر يعني اي حد يقدر يعملها في البيت، مش حاجة محتاجة يعني حد يبقى شاطر قوي في الموضوع. طيب اللي بعده ايه؟ حالا هقول لك اللي بعده بس هم صوروه. ايوه شكرا. شجره الكريسماس اهي، كب كيكس. ايوه تو. لا 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 ما تقلقيش. معلش ازاي ماما؟ اهو ايه ده انت عامله ايه؟ لازقله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، برافو. 2021 يعني ان شاء الله 2021 ان شاء الله لطيفه ان شاء الله ان شاء الله، لان احنا الحمد لله طبعا محدش يقدر يقول حاجه في 2020 طبعا، ستر ونعمه وفضل، بس 2020 يعني الحمد لله، فان شاء الله 2021 تبقى حاجه احلى ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل. الكوكيز الريسبي بتاعتها الوصفه بتاعتها 3/4 كوبايه زبده، 3/4 كوبايه سكر، بيضه، معلقتين صغيرين فانيليا، 2/4 كوبايه دقيق، معلقه صغيره بيكنج باودر، وربع معلقه ملح. الكوكيز اللي هي دي اللي هي بتبقى في المحلات دي في كل حته. ايوه طيب دي الوصفه بتاعتها. أوكي. نضرب الزبده مع السكر برده، بنقعد من 8-10 دقائق نضربهم لحد ما اللون بتاعهم يبيض، وبعدين بنبتدي نضيف البيض والفانيليا، نكون بره اوريدي الحاجات الدراي اللي نخلناها مع بعض، الدقيق البيكنج باودر والملح، وبعدين نضيفهم على المقدار اللي احنا عملناه. بعد ما بنخلطهم كويس مع بعض بنحطهم في الثلاجه نص ساعه العجينه ترتاح، وبعدين ابتدي افردها واشتغل بيها، اقطع بيها كل الاشكال زي اللي احنا عاملينها دي. انت شاريه الاشكال دي منين؟ لا دي برضو بتتباع في عند الناس المتخصصين. لا مش سوبر ماركت، الناس المتخصصين في حاجات الحلويات عندهم كل الاشكال دي. حلو. بعد ما بنحطها وبنشكلها بندخلها الفرن، بتقعد من 12-15 دقيقه على درجه 180، بيطلع الشكل ده. اي شكل بقى عندي انا بقطعه. هي راوي عامله لنا واحد تاني اهو مثلا بالزبط. لو الكاميرا جايبانا اهي عامله، انا بحب اقول الشكل ده كمان. واخترت اشكال تبقى سهله برضو. بس هنبتدي نفرد عليها برضو الفوندام عجينه السكر. انت عندك بيج اسمها ايه؟ ايفوك. ايفوك. وعندنا بيج تانية كمان للافراح، يعني عندنا ايفوك للبيرث داي والمناسبات العاديه، وفي واحده تانية قريب عملناها واختي كانت دخلت معايا فيها، بنعمل بقى الديكوريشنز للافراح الخطوبات اي حاجه بنعملها فروم اي تو زد. وممكن تعملوا حاجات كده للخطوبات يعني مش كده؟ كل حاجه بنعمل، الخطوبه كلها الفرح كله بنعمل كل حاجه ريليتد. ايفوك ويدنج دي خدت من هنا راحت يعني قلنا بس راحت على هناك، راحت على هناك، راحت على هناك. بس هنقطع الشكل ده
وبنلزقه. طبعا انا عاملاه بسرعه عشان مش عشان وقت البرنامج. المفروض ان احنا بنلزقه بنقطه ميه على الكوكيز عشان ما يفكش. بتحطيها ايه؟ بتحطيها على نلزقها بنقطه ميه. انا بس نقطه ميه على الكوكيز اللي هي الفوندنت عجينه السكر. وبعدين هناخد الجزء ده من فوق سريعا سريعا، يعني انا مش هلزق قوي عشان بس الوقت. ده ال مش الزعبوط ده، الزعبوط ولا ده الشراب بتاع سانتا؟ الشراب ده الشراب بتاع سانتا كلوس بالظبط. اوكي ده الزعبوط. استنى اوريكم الزعبوط. بصوا راويه عامله ايه. راويه عامله، لا ده مش الزعبوط برضو، ده البل، ده زي الكاستيوم كده اللي بيبقى سانتا. ده الجرس ده ولا ده الايه؟ الكاستيوم. اوكي ده اللبس بتاع سانتا. وده ال ده هو اللي انا عملته. صح كده؟ صح كده. اللي هو اللي بيلبسه لكلوكه كده، لكلوك لكلوك بتاع سانتا اهو. وبعدين عامله لنا الحركه دي اللي انا بموت فيها دي، وبعدين عامله البتاع بتاعت الامبريلا دي اللي بتاعت الكلام راح فين؟ معقول كده ينفع الشمسيه؟ اكلت الكب كيك وحصل لي المظله. دي عامله لنا حاجات كتير. وفي ده السنومان بنفس طب لا ده في الكب كيك. حلو. ده في الكوكيز. ده بقى فين ما جبتهاش؟ لا ما جبتهاش برضه عند الراجل بتاع الحلويات كله. هي كل سات حاجة. على بعض سات الكريسماس دي بتبقى على بعض حاجه الكريسماس كلها. انا يعني انا اخر حاجه بس هقولها لك، اللي قدامك ده الصغنين ده دي فراوله. الفكره دي انا هقول الفكره سريعا مش هعملها عشان دي فراوله. جايبين فراوله مقطعينها وبعدين عاملين لها ديبنج في شوكليت، حطها في شوكولاته متلونه خضراء، وبعدين بالشوكولاته نفسها بنلزقها هنا على بسكوته. انت اتعلمتي الحاجات دي فين يا راجل؟ يعني انا بحب الحاجات دي. اتعلمت لا عايزه اعرف بجد اتعلمتي الحاجات دي فين؟ بقعد على بشوف في فيديوز كتير على يوتيوب، اخدت كورسز، بس لاكتر من كورسز الممارسه، انك تعملي الحاجه بايديكي. بقالك قد ايه؟ 10 سنين. عشان كده مكسره الدنيا. وعشان كده مش عايزه تجي لنا بقى لنا 3 شهور يا روري. بالعكس ازاي؟ كده يا روري عشان بقالك 10 سنين يا روري. ماشي يا روري. انتي غلط والله. ماشي يا روري. ميرسي يا روي البارودي، انت نورتينا النهارده. ميرسي حبيبتي، نورك. انا يعني كنت عند كذا شخص في كذا مناسبه قبل يعني الموسم او في بدايه الموسم، كذا مناسبه كل ما اسال حد يقولوا لي من عند رايا البارودي. دقت، فانا عارفه انا بقول ايه كويس قد ايه شاطره. حاجه تشرفني يعني خارج الصندوق حقيقي. حاجه تشرفني بجد، وانا متشكره مبسوطه جدا ان انا معاكي. ميرسي يا روري. ميرسي يا رضوى. ميرسي حبيبتي. ايفوك. ايفوك. شكرا لرويا البارودي وشكرا لايفوك، وكل سنه وانت طيبه. وميرسي على الحاجات الكتير. كل الفاتو دلوقتي هياكلها بعد الفاصل. بتستنوا المناسبه من السنه للسنه، والضيفه من السنه للسنه، تقول لنا توقعات السنه. عبير فؤاد، خليكم معانا وتابعونا. ما زلنا معاكم وهي وبس.